صباح الخير، صباح النور. صباح الخير. صباح الخير، صباح النور. كي دايرين؟ لاباس عليكم، توحشتوني. كي دايرين يا صحباتي، يا خواتاتي، يا بناتي؟ يلا يا جاراتي، يا حباباتي. انا جارتي وحده. عندي جارتي وحده. اش اخباركم؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم. السبت والحد ما كنتش معاكم، وبرت عليكم السبت والحد ما كنكونش لا في لي ريزو سوسيو لا في حتى شي حاجه. كنكون في حاجه وحده، في ستوريات فقط لا غير، في الانستغرام. ما كنصور، ما كندير مونتاج، ما كندير حتى شي حاجه. كنتمنى تكونوا لاباس وبخير. ونقول لكم الخبار، الصقعه البارح ضرب عندنا الزلزال هنايا. عاودت لكم 5.1 هنا في اسطنبول، بحر ديال المرمره. تحس الزلزال في اسطنبول وتحس في بورصة. الناس اللي عايشين في بورصة تما حسوا بيه، واحد القسم ديال اسطنبول اللي حسوا بيه، واحد القسم اخر ما حسوش بيه. يعني واحد الجزء حسوا بيه، واحد الجزء ما حسوش بيه. ماما قالت لك نار. شوف جاي لاصق على الطوموبيلات وغادي طاير. يا الشي موطور كي كيمشي بلا ترافيك بلا والو. كون اختي ضعيفه شويه ركبوا في الموطور ومشي. مركبش معاك اخا. علاش اختي مين؟ اويلي تقيش فيا. اش ما تقش مركبش الموطور؟ اويلي كون رحنا مشينا دغيا وصلنا عند حسن. الصحة والسلامة. الصحة والسلامة. كون راه صوبتي السنان دغيا وساليتي، دابا حنا راه كنتساراو. بشيخ يا مي كتقش فيا اختي. قلت لكم ماما حست بيه البارح. انا صيفطت ولادي للمدرسه وجات نعست وضرب مع ديك 11 لاروب. ماما قلنا اش كيفاش حسيتي؟ حسيت على هاد البلاصه دارت هكا ماشي كني على النص ديالي. حسيت هكا تقفص قفص درت هكا شفت هكا قلت كان بغيت وقع عندنا مصيبه. هذيك الفرق ما بيننا مصيبه بدات تزعزع هكا شويه. عليها فقت. على 11 لاروب عليها فقت. انا نعاس حتى 12 ومدايره دايره لي سيلونس. كيما ملي لقيت حاجه مملة ما ديتها فاش ما قلتش راه حتى ما ديتها. ديما تحسي بشي حاجه بحال هكا هزي راسك، ديما هزوا راسكم في التريه. فيما تحسوا بشي تزعزيعه ولا هذا، التريه هي اللي غتوريكم واش كاين ولا ما كاينش. هي اللي كتزعزع اول حاجه. سمعي لنا غدوه تما غادي تجري. الله يحضر السلام اخوتي. الله يحفظك. انا راه كندير التليفون سيلونس يوم اللي كنعس. بقيت يوسف معيط ليا قلت او مع 11 مالو صباح حلم بيا بيت حلم. قال لي واش حسيتو بالزلزال؟ قلت له واش من زلزال؟ قال لي لا راه ضرب زلزال. قلت لي انت حسيتي بيه؟ قال لي انا لا ما حسيتش بيه، كنت في الطوموبيل غادي ما حسيت بيه ما والو. تسمعتها في الراديو دابا قلت نعيط لك. ايوا هادشي اللي كاين. ولادي تما دغيا شفت الجروب ديال المدرسه، قالت المديره دغيا صيفطت ميساج ما حسوش بيه ما والو. كانت في اللحظه ديال الاستراحه، كانوا في الاستراحه كيلعبوا وينقزوا داكشي ما حتى حد ما حس به الحمد لله. ايوا هادشي اللي كاين. الله يجعلها اخر من اخر الزلازل يا ربي. وسميتو دابا تندم عليا. دابا غنمشيو عند حسن حبيباتي نشيكو عاوتاني على السنينات عاد باش نجي. خصكم فايقه مع 6 الصباح مبوقه. شوف ها انت عطل الله واش هذا ما تعيريه. صافي دخل هنا. سينيال كاين شي حاجه سميتها السينيال كان داخل موبين. وزحمك ايه زوينه احنا معجبين. شوفي زعما والله العظيم لما كنتي ديبه في الترافيك ديال اسطنبول راك ياكلوك لحم ويلوحوك عظم. راه خرجنا معطلين حبيبتي الا جينا بالعشره. ورا الجسر الزحام ديالو ديما كاين. مع ديك 12 الوحده بحال هكا عاد كتلقاي خفاف شويه. شوفي اختي بغيت نعلق. شوف جاب الله دار السينيال ما عندي ما نقول لي. تحطي هنا السينيال تي بوليسي دار حدا اللي ما دار السينيال دار لي بروسي. شوف خليتي لي في غيدخل وانت يا زيدي اش غتخلي يدخل. حشومه بالحاش اخلي باش واحد باقي جون باقي سان خلي شي زيد السيره اللي غتدخلي الفاكو هنا. اش غندخل فاكو الطوموبيله تاعك فاكو كبير. فاكو هادشي اللي كبير هادشي اسكي شهير ولا فاكو؟ والله اول مره كنسمعها. ماما عندها شي مصطلحات
باش بغيت نقول لك ماما الله يخليك رانا لبست اليوم الطالون يا سلام. اييه تبقى تقول لي الزوفري، تبقى تقول لي عزري الدوار. ايه انت موظف داخل فتره العمل الله يخليك، انت لابسه الطالون على قدو اي بوت بالطالون صايقب. اييه سيدي سيدي راه غيدخل لك شي حته. انا ست كريسو قالت لي فيا النعاس تزيدي انت، انا زايده انت راه غيدخل لك حتى هاد الفيق قلت انا غيدخل حتى قالت لي فيا النعاس لو ناسي. اش قلت يا ماما؟ قلت لك لا ما النعاس رانا حاضيالك. لا النعاس رانا حاضيالك الطريق قلت له ما كيكريسوش وبحال دابا ملي هذاك بغى يدخل هنا هاد الفاقو غيدخل هنا وانت مخليه هاد الفاقو؟ هذا هذا شنو؟ اش يقولوا لي؟ اش يقولوا لي الطنوبيل؟ اشنو؟ طنوبيل كبيرة ميني بوس ميني بوس. لا ماشي ميني بوس هذا راه كيهز السلعة هاد السلعة ميني بوس طنوبيل ميني بوس يهز بنادم ولا يهز السلعة؟ لا ميني بوس وحدها وهذه بوحدها. انت عاد بالك ميني بوس هو ديال الناس اللي كيهز الناس؟ اه لا سيتا ميني بوس فيغو صافي سيتا فيغو. انا اللي تخوات الطريق قدامكم غادي تزيدي عطيت الكاميرا حيدي وخليك تصور. شوفي 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 الطاكسي ولع لا عبر عليك علاش؟ هو دار السينيال؟ لا قصدي خاصك ديري عليه لا سينيال هو عرفتي شنو غديري؟ علاش الامتحان ما كدير السينيال كتسوق طيب؟ عرفتي علاش غديري؟ خليني انا صايق وانتي دزلي عاد ديري كونتر عليهم على اللي ما دار السينيال ديري ليه خطيه اللي ما دار السينيال ديري ليه خطيه ديري لكم كتبوا لي سي ديال الطريق واو 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 عيطه داوديه عيطه داوديه يلا صافي حيدي الكاميرا بركه سيري انا خطا الكاميرا خاويه من هنا الكاميرا ما عدا لي حتى شي ضرر انا لا لا ها شوفي 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 والله يتوحق الله العظيم شوفوا جيو لهاد الجسر الطريق بقاو تفرجوا حطوا الطروبيل في الجن وبقاو تفرجوا علام بحال الطروبيلات ديال التساطيح بحال الالعاب ديال نينتاندو راه تدخوش فيا علاش يمشيو الطروبيلات تدخل دازوا في الجسر حنا دابا راه في الطريق ديال الجسر دازوا في الجسر حيدوا داك الزحام يلا البنات غنحيد الكاميرا قالت لك خرجت عليا سالينا من السنينات نشوفو السنينات ديري ضحيكة نشربو اتاي وناكلو حليوة هذا باش الناس غادي تسمحوا لي بزاف بزاف على هاد اللقطه اللي غتشوفوها دابا الكاميرا ماشي الكاميرا واحد البارامتر ديال الكاميرا ديال التليفون تخسروا لي البارح فاش بغيت نصور هاد اللقطه غير عذروني غمضوا عينيكم وتصنتوا المهم هو الهضره اللي بغيت نقول لكم ماشي مهم الصوره المهم هو الصوت غير عذروني وصافي هادشي دابا جالس انتوما كندير المونتاج فلقيت هذا المشكل هذا ما ديتهاش فيه قلت نصور لكم هذه اللقطه هذه ونحطها في الفيديو باش يعني نعتذر منكم غير تصنتوا غير الصوت ضروري بغيت نقول لكم واحد الحاجه وصافي وهذا الشيء اللي كاين وشكرا لكم على التفاهم. جينا للدار بنات ولادي شوف كي تفرجوا في فيديوهات ديال الدين بزاف في الانستغرام حطيت البارح حط ستوريات ديالهم كي يلعبوا البيانو هنا ريو تشوفوا الميساجات كي دايرين كي داره نقصي شويه الصوت صوت شويه كتعلمي ولادك غير الموسيقى ما كتعلميش ولادك الدين ما هذا ما هذا اش غنقول لكم لا حول ولا قوه الا بالله صافي كيتعلموا الموسيقى كيتعلموا الدين سمعوا قولي برافو كيتعلموا الدين كيتعلموا الموسيقى يعني كيريحوا الروح ديالهم كيف ما خاص يكون دين ودنيا ماشي نحكموا على الاولاد نبقاو نعلمهم في الدين في الدين في الدين في الدين صافي وليدات هادو راه حنا بشر افيري ايوا قلت لكم مشينا صنيبنا صايبنا السنينات انا هاد السنه هادي كانت محيده ليا بلا تحل ويلي كانت محيده ليا كنت حيدتها
وركبها لي، ركبوها لي تما شي عام دابا. هذه راه باين باين هي البيضه فيهم. والبارح كنت كناكل هذوك بحال جيلي بون كيقولوا لهم قومات، تقول قومات اللي عندنا في المغرب قومات. كليتهم عرفتي لصقات ليا في الدرسه، درت ها وتجي ليا مع هذوك بقيت كندغ فيها كنلوفي كنقول ويلي شفت شي قاصح مالهم قاصحين هاكا عرفتي تا غنصرط ناري معاودش كنحفظ الله وصافي تنصرط الدرسه. ايوا اليوم اضطريت نمشي وديت معايا ماما حتى هي دارت الكونترول ديالها، ومن تما دزنا شربنا واحد كويس تاتاي وارتاحينا وتسالينا تما. شفنا السبرديلات باقا ما لقيتش لها سبرديلات باقا ما لقيناهمش دوك اللي باغا. ايوا تما بقينا ندورو شي شويه ما صورت ما والو. ايوا ومن بعد مشينا تلاقينا مع يوسف حتى هو يا تما في دوك النواحي. تلاقينا معاه كان عنده ديك الساميه دار تلاقينا معاه. ومن بعد عاد جينا تعطلنا على الاولاد صيفط ميساج للمدرسه قلت لهم خليهم يتسناو انا اللي غنجي نديهم. ومع كيخرجوا مع الربعه ونص كيكونوا في الدار الخمسه وربع بحال هكاك. عاد مشيت عاد لحقت مشيت هزيت المدرسه وجينا وداكشي قسم الله درنا وكلينا ما فينا ما نطيبو ما والو. ودابا جالسين صافي داروا لي دوفوار ديالهم. وهذا شنو كنت باغا نقول لكم بالنسبه اجي نفكركم نتوما بانتوا لي خاصكم خدمه كتقولي ساره بغينا نخدمه ما كرهناش نخدمه. نقول لكم اجي والبنات نديروا يد في يد ونخدموا مع بعضياتنا كيف ما كنت كنفكركم في واحد الفيديو فكرتكم درت فيديو واحد الصراحه يمكن بخصوص هذا الموضوع هذا. بالنسبه للعيالات النساء اللي فعلا باغين يربحوا فلوس ابار السالير ديالهم بالنسبه للناس العيالات اللي خدامات، بالنسبه للعيالات اللي مخداماتش وبغاو يربحوا فلوس حتى هما راه الزمان راه الوقت هذا راه ولا صعيب. راه يد وحده ما بقاتش كتصفق، كانت كتصفق يد وحده، لكن دابا حاليا يد وحده بقاش كتصفق خاصك 10 اليدين تصفقي بهم. عذاب الراجل حتى هو كيف ما كنقول دائما الله يحسن العوان، ماشي اي راجل كيقدر يوفر الاحتياجات كامله ديال مراتو ديال ولادو الكرا ولا الفاكتورات ولا المصاريف. راه كتبغي خصوصا العيالات نبغيو نلبسو نبغيو نتريحو نشريو مكياج، فهمتوني اش بغيت نقول لكم؟ ماشي ضروري ماشي ضروري ما نقدروش دائما نقولوا للراجل عطينا، راه حتى لين راه يكون واد وراه يوقح هنا ولا لا. هذه فرصه كنجيبها لكم البنات، سمعوا مني وسمعوا مني ديال بصح، فرصه جبتها لكم ما تهضروش معايا دابا، فرصه جبتها لكم سمعوا مني. ها نعطيكم هاد لوليان ديال هاد النمره هذه باش تكونوا في الفريق ديالي، تدخلوا الفريق ديالي تجاره الكترونيه من دارك. ما تهزي سلعه ما تحطي سلعه ما ديري حتى شي حاجه دروب شيبينغ اللي كتشوفوا بزاف اكيد في لونتوراج ديالكم دابا حاليا ولا في السوشيال ميديا. شحال من انفلونسر تبارك الله ما شاء الله دارت لاباس بانت عليها يعني حاجه اللي بانت عليها ملحوظه، دارت دروب شيبينغ ولا التجاره الالكترونيه وخدمات بانت عليها، الله يكملهم عليهم ويزيدهم. ما تكونوا نتوما ان شاء الله نبغيكم سمعوا مني، نقصوا الصوت شويه ما تجعرونيش، سمعوا مني بشويه ودخلوا لهذا الرقم هذا باش تكونوا في الفريق ديالي نديروا يد في يد البنات. لكن نقول لكم واحد الحاجه اللي ضروري خصني نقولها لكم باش ما نضيعوش الوقت لبعضياتنا، الله يجازيكم بخير الوقت ديالكم وديالي تمين مع الوليدات مع المسؤوليه، وهذا راكم عارفين حتى نتوما نفس الشيء انا متاكده. اللي عندها راس المال لانه هذا كتشري المشروع ديالك، كتشري المشروع ديالك بحال قلتو مثلا نعطيكم مثال بالمول. المول كيدخل ليه واحد الشركه فلان فلانيه اكس كتكري داك المحل ولا كتشري داك المحل في داك المول ياك وكدير المشروع ديالها، هذا نفس الشيء كتشري المقاولة ديالك كتولي مقاولة عندك مقاولة ديالك المشروع ديالك الخاص، كتشري المشروع ديالك من هاد الشركة هادي وكتبداي كتربحي ابتداء ان شاء الله على حساب الخدمة ديالك، ماشي ما خدمتيش غتربحي. انا نقول لك خدمتي وراه ساهلة مالا، انا نعطيكم لي استراتيجي لي تاكتيك وكل شيء راه تربحوا ان شاء الله، بغيتوا تربحوا ان شاء الله راه تربحوا ان شاء الله، راه كل شيء في يديكم نتوما. انا نقول لكم زيد الماء زيد دقيق خلاوها ان شاء الله. شنو نقول لكم غتوليو ان شاء الله بحول الله
غتحسن غيتحسن الوضع المادي ديالكم وثقوا بي. يقولوا سارة قالت لنا واحد النهار. المهم هاد النمره هادي بلا ما نطول عليكم في الفيديو، بقاو قوه البلابلا عاوتاني اللي عندها البنات. واحد 5000 درهم نجيكم، يعني نقول لكم رقم حيت بزاف اللي غنقول لك شحال شحال. 5000 درهم عندك في الجيب، واثقه من نفسك واثقه فيا واثقه في الله سبحانه وتعالى. اول حاجه تمام، اول حاجه واثقوا ثقوا في الله سبحانه وتعالى. عاد باش فيا عندك هذيك 5000 درهم باش تشري اختي المشروع ديالك، مرحبا بك الف مرحبا، دخلي معايا في ليكيب ديالي. نعلمك كيفاش الخدمه، كيفاش غتربحي، كيفاش السيستم ديال الخدمه كيفاش داير، وساهل ماهل كوني اكيده. يعني اللي ما عندهاش دابا باش تبدا المشروع ديالها، نقول لك اختي الله يسهل عليك والله يرزقك من حيث لا تحتسبين. اللي واجده ماديا ومعنويا، ماشي غير ماديا، ماديا ومعنويا، مرحبا والف مرحبا البنات، دخلوا نديروا يد في يد كيف ما قلت لكم، ونكونوا واحد الاكيب كبيره ان شاء الله يتضرب بنا المثال. مرحبا بكم والف مرحبا، هذا هو الرقم، ها هو غتلقاوه في اول تعليق مثبت. يلا مرحبا بكم والف مرحبا.